عشان ما كنتش واخد بالي قد ايه انت ست جميله وذكيه وشاطره بتعرف تتصرفي صح. بجد انا منبهر بكل اللي انت عملتيه. انت اكيد مش بتتريق صح؟ لا ليه بتقولي كده؟ ما تزعلش مني يعني، اصل بصراحه ما كنتش متخيله انك الشخص اللي بيعرف يقول كلام حلو اصلا. للدرجه دي انا كنت سخيف يعني؟ قوي الصراحه. مش بقول لك غبي؟ لا بس تمام، طلعت طبيعي عادي اهو. طبيعي لكن غريب شويه بس تمام. طيب يا ستي طالما بقى بقيتي راضيه عني انا عايز اقول لك على حاجه. حاجه ايه؟ انت عجباني. موافقة؟ موافقة على ايه؟ على الطبيعي السخيف الغبي واي حاجة تقوليها. شكلها تلعب معاك يا نادين ولا ايه؟ دي ده ماجد، انا محتاجة اتكلم معاك شوية. اه طبعا يا حبيبتي قولي. هو انت ليه مش بتقولي رأيك في العملية؟ ها ايه؟ انت بلمت كده ليه؟ هو انا حياتي مثلا مش مهمة بالنسبة لك؟ عارفين السؤال اللي بيبقى كمين ده؟ ما بتبقاش عارف تجاوب عليه بالظبط. هو بالظبط ده اللي حاصل. الأحسن إن احنا ما ندعيش بصوت عالي. الأحسن إن احنا ندعي في قلبنا في سرنا. هو انتوا بتعملوا ايه؟ بتقولوا ايه في سركم؟ بابي قال لي إن دي ده عشان تخف المفروض تبقى قوية زيي، فانا بطلب من ربنا يخليها تاخد شويه من السوبر باور بتاعتي عشان تبقى قويه وتغسل بسرعه. دي فكره حلوه قوي يا فريد. طب ينفع انا كمان اعمل زيكم؟ ماشي يلا يا فرح، انت كمان ادعي في سرك ان دي تبقى قويه زي فريد. ماشي. فاكرين اليوم ده؟ يومها فرح شافت في السماء حاجة أول مرة تشوفها. شفتيه؟ اتمني أمنية بسرعة. ساعتها اتمنت إنها تتجوز أكتر شخص تحبه في حياتها. آه صحيح، ده أنا نسيت إن ماجد لسه مزنوق هنا. ما كنتش عارف أكلمك لأني ما كنتش عارف أجاوب. أنا عارفة يا ماجد أنت مش عارف تجاوب لي، وعارفة كمان إن أنت مش عارف تكلمني علشان مش عايز تضغط عليا وعايز تديني مساحتي. بس الحقيقة لما حسيت ان انا عايز اتكلم جيت اتكلمت معاك. طبعا يا حبيبتي اتكلمي معايا قولي لي حاسة بايه وكل اللي عايزة تقوليه. طيب ماجد، انت طبعا عارف ان انت اقرب حد ليا بعد بنتي، وانت مرايتي اللي انا بشوف فيها نفسي ست حلو، عشان كده يعني خايفة بعد العملية ما تشوفنيش حلوة زي ما انت شايفني دلوقتي.